Bonjour à toutes et à tous mes amis chez Cuisine Ali. Aujourd'hui, on va préparer pain farci au ricotta. Les ingrédients pour notre recette, alors il me faut de la farine, yaourt nature du ricotta, pour ma farce, un peu de viande hachée, poivron vert, oignon mixé, une cuillère à soupe d'harissa. Les épices, il ne faut pas mettre trop parce que comme ça, on ne perd pas le goût de ricotta. Poivre noir, pincée de gingembre, sel. Fromage râpé, un œuf, d'huile d'olive, l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'eau tiède, une cuillère à soupe levure boulangère, levure chimique. Après, on va utiliser l'herbe de Provence pour décorer notre pain. مرحبا بكم صحابي وحبيبي كوجينة مالية. اليوم مش نحضر خبز محشي بالريكوتا. رسيت تحفونا برشا ويحبوها الكبار والصغار وخفيفة وفي ساعة زيادة نحضروها كذا كمسربين نحضروها في ساعة. يزمني الفارينة للرسيت هذية ويزمني ياغورت ناتور ريكوتا. الفارس نتاعي تنجموا تحطوا كيما تحبوا انتم، وما انا اليوم اخترت باش نحط اللحم مفروم وشوية فلفل شوية بصل كلهم مقصوصين ولا مرحيين، مغرفة متاع هريسة، شوية سكين كبير فلفل أكحل وملح. ما تكثروش من الفلفل باش ما تضيعوش الجو متاع الريكوتا. فرماج رابي، كعبة متاع بيض، وخميرة خبز وخميرة جاتو، كيس زيت زيتونة، وثلاثة ولا أربع مغارف متاع ماء سخون. سخون يكون مثل ماهوش سخون ياسر وماهوش بارد. وعنا الزعتر والكليل في الاخر اذا كان تحبوا تحطوا على الخبز نتاعكم. هذا هي مكان الروسيت نتاعتنا. تابعوني روسيت تحفونا برشا. قبل كل شيء ناخذ الفارس هذيك نحط عليه شويه زيت زيتونه ونساعدوا كل البصل واللحم المفروم، ومن بعد نرجعوا نحضروا الخبز نتاعنا. لا بروميير شوز مي زامي، جو برون ما فياند هاشي لي زونيون بوفران، جاجوت لا موتي دوي دوليف ليكيفالون de 4 cuillères à soupe. Je mets la moitié. On va le faire revenir sur le feu à peu près 10 minutes. La première. كل الماء متلفل كمان ما يكونش بارد. خلط نخليها حتى تتحلي الخميرة نتاعي. إذا كان خميرة أخرى العجينة هذيك ما ينساش تو ديريكت تبدا تخدم. إذا كان الخميرة شيحة تخلوها تستنوا شوية 5 دقايق حتى تاخد غرفها تحل في الماء، ومن بعد نتفقدوا توا الفرص نتاعنا. On va vérifier notre farce en attendant. نساعدوا بالبدا البصل والحم باش يتنحى من وقت الماء، باش من بعد ما يسيبش الماء هذاك على الخبز. نساعدوا بالبدا 10 دقائق فيها البركة، خلوه يتساعد بالبدا. فوالا ابخي 10 مينيت اون فالو لاسي. صاي الخميرة تحلت في الماء بالبدا، نحطوا توا الخميرة نتاع الجاتو. نحط عليها الياغورت. إذا كان معندكمش ياغورت ناتير حطوا كريم فريش، وتديروا غونبلاسيو هذاك الكريم فريش. ناخد توا زيت الزيتونة، نخلي شوية من بعد. الفرينة نجمو نستعملو أكثر من الكمية اللي حطيناها. كعكين ياغورت هاذوكم نحطو الفرينة اللازمة باش نلمو بها كعكين ياغورت هاذوما. جاجوت مانتنون السل، نحط الملح نتاعي مش كمية كبيرة خاطر الفرص نتاعي مالحة مش لازم نحط كمية كبيرة، ونبدا نحط الفرينة. J'ajoute ma farine petit à petit.
على المزيور شوي بشوي نزيد الفرينة حتى تتلملي العجينة بالقدر بتجي عجينة خفيفة شوي بشوي نجمو راهو ما استعملوش الفرينة اللي حطيناها الكل نلمو باش تحصلوا على عجينة تاع خبز نخدمو تو بيتينا باش نحسو بالعجينة من الفوق طرافايا لنا جو غاماس مطات شوي بشوي حتى نلم العجينة متاعي كيما تشوفوا العجينة متاعتنا تلمت ما استعملتش الخل الفرينة هذيك كل ما استعملتهاش العجينة هذي ما تسحقش الحقيقة عجنين برشا ونجوت Et on va le laisser se reposer 20 minutes. Après le lâcher, on va mettre la tête de l'eau. Après, je vais le faire. Et le faire, on va mettre la Voilà, mes amis, la parcelle est prête. Je prends le blanc d'œuf. Je la vie avec le blanc d'œuf. Je mets le farce en terre sur Je la vie avec le blanc d'œuf. Je le laisser à côté en attendant. Après 20 minutes, on va vérifier notre pâte. نفقدوا العجينة بتاعتنا ماهيش باش تخمر حاجة كبيرة خاطر ما حطيناش ياسر خميرة هذه المرحلة الأولى ناخد العجينة بتاعي كيما تشوفوا العجينة لينة زي ما تكون لينة خمرت شوية توا اش باش نعملو باش نقسمو العجينة بتاعتنا ناخذ القلقان نتاعي توا وناخذ شويه فرينه باش نحل توا الخبز نتاعي نحل بالكدا الخبز بالكدا الورقه بالكدا بعدها تمشي وحدها هي تلمون بعجينة مرخية ناخد توا الريكوتا نحطها هي الأولانية Je prends un peu de farce. Fromage râpé. نغطيه بشوي بشوي ونبدا نعمل رولي في الخبز نتاعي بشوي بشوي. نحاول بشوية بشوية ناخد شوية فرينة باش منكسرش الخبز بتاعي نحطها كوتي ونحطها الأخرى
نحضر طول البلاطو نتاعي ونحط الخبزيات هذوكم في البلاطو. نحاول نحطهم على الوجه المزيان. الخبزة بطبيعتها هي تمشي معايا. نحاول نزيد الحليب. علاش نيت باش تجي مربوطة الخبزة نتاعي تتحليش تطيب ما تسيبش الريكوتا هذيكا. نحي الفرينة هذيك باش ندهن بالأصفر نتاع البيض. شبخو الجون دوف نحط عليه طرف الزيت البقالي، وإذا كنت تحبو تحطو خل تحطو خل. ندهن توا الخبزة نتاعي نقلي بالأصفر نتاع البيض افيك الجون دوف. ناخذ توا الزعتر هذاك اللي عندي لعبة دو بروفونس، ان بو دو فرماج رابي، نغطو الخبز نتاعتنا وخلوها ترتاح. ولي لوسي سو روبوزي او موان 20 مينوت انكور. خلاص ترتاح ومن بعد نرجع لكم ابري 20 مينوت ميز امي اون فالو ميتر او فور سا كوي. فوالا ميز امي اون فالو ميتر او فور 15 مينوت 20 مينوت انتر لو 15 و 20 مينوت او فور 180. تو نحط الخبز نتاعي في سخانه الفور وتعسوا تشوفوا الخبز نتاعكم ردوا بالكم عليه مده 15 دقيقه ما بين 15 و 20 دقيقه نخلوه في الفور. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre pain il est prêt. C'est un pain magnifique, je vous assure, c'est une recette magnifique. N'hésitez pas à vous abonner si vraiment vous avez aimé ma recette et mes idées. كيما تشوفوا صحابي وحبايبي الخبز نتاعي نحضر الخبز تحفون الاخر ما نحكيلكمش على البنه اللي هو فيه. خبز ما يطلبش برشا وقت باش نحضروه. ان شاء الله عجبتكم الطريقه وان شاء الله تجربوها. ما تنسيوش تحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي روسيت ولي زيدي نتاعي. تبقاو على خير وان شاء الله تقابلوا في روسيتنا احسن وشهيه طيبه.